مرة تانية للأجواء المحلية وبعد التصريحات اللي كانت موجودة في الساعات اللي فاتت. وامبارح كنا بنتكلم إن في تعادل حصل آخر يعني لنادي الإسماعيلي، في يعني في محاولات مستميتة من الجهاز الفني واللاعبين، وطبعا في مقدمتهم المدير الفني كابتن أحمد حسام ميدو لصناعة الفارق ولتحقيق أي فوز، بس يدي دفعة معنوية حتى للاعبين ويريح بعض الجماهير. ولكن لسه الفوز لم يكن حليف الكابتن أحمد حسام ميدو حتى الآن، وبالتعادل اللي حصل امبارح امام فريق اسوان. تصريح لميدو قال: رفضت الحصول على راتبي قبل اللاعبين وبتمنى تواجد مجلس اداره في اسرع وقت. ناشد احمد حسام ميدو مدرب النادي الاسماعيلي بضروره تواجد مجلس اداره للنادي في اسرع توقيت للتعاقد مع الصفقات الجديده، وقال: تعرضنا لظلم تحكيم كبير جدا في اخر 3 مباريات لم يتعرض له اي فريق في الدوري، اريد ان اعرف لماذا صرفنا النقود على تقنيه الفيديو، القرارات بتكون واضحة للكل. قال كمان: هل يرضي ربنا ان نكون لحد دلوقتي لمدة 2 أسبوع بدون مجلس ادارة لا يوجد احد ليصدر القرارات واللاعبين لا يشعرون بالامان؟ وقال كمان: انا لا احصل على راتبي والمهندس يحيى الكومي عرض علينا راتب شهرين مقدما واخبرته ان انا لن احصل على اي اموال في ظل عدم حصول اللاعبين على رواتبهم، ولما يكون في مجلس ادارة مستقر والامور بتسير بشكل جيد في الوقت ده هحصل على الراتب الخاص بيا. شدد كمان وقال: طلبت ضم سامسون أكينولا من الزمالك في حالة إذا كنا سنضم مهاجم أجنبي. وقال كمان: لابد أن يتواجد مجلس إدارة غدا أو بعد غد على أقصى سرعة، لأننا في احتياج لضم 5 صفقات. حضرت 8 أسماء يجب أن نضم منهم 5 على الأقل، وأي مباراة نلعبها لتحقيق الفوز وليس للتعادل، لأننا في احتياج لكل نقطة.